مطلوب مني دلوقتي اعمل شويه رز. رز يا عم شيف ايه؟ رز بالزعفران. نشوف مقاديره على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك. مقادير الرز بالزعفران على الشاشه. رز بسمتي حلو قوي، ومعانا البهارات العربيه بتاعتنا، بهارات الكبسه اللي هو اللومي والقرنفل والمسمار والزعفران والحبهان والقرنفل والملح وكل حاجه على الشاشه شايفينها. وتعالوا مع بعض نعمله ازاي بطريقه بسيطه وسهله، لان اولادنا بيحبوا ياكلوه بره. حلو الكلام؟ طيب اول حاجه افلفل الرز ده مع شويه البهارات اللي انا قلت عليهم. افلفله بايه؟ حلو قوي. نصيحه مني بقى في ايام العيد المباركه دي الحلوه اللي فيها اللحمه، عندك حته ليا يا سلام لو جبتيها وحمرت فيها التوابل دي مع البصله والتومه. اهو ده الكلام، حته ليا حلوه كده زي الفل، بس دي مش ليا، دي سمنه بلدي للامانه اهو. حلو الكلام، تنزل كده زي الفل. هنحط البهارات بتاعتنا. الله، احنا عايزين بعد اللحم بقى كل يوم ده نقف كده وقفه حلوه مع بعض، وقفه لطيفه كده ونعمل كنترول، بس لسه برضو في لحمه، لسه لنا مفاجآت مع لحمه العيد. التوابل الحلوه دي كده زي الفل، بنزل عليهم ببصله حلوه علشان نشوح الرز في قلب الخلطه دي كده. حلو، معانا رز بسمتي. الرز البسمتي يا اخوانا لما نيجي نسويه مهم جدا يتجاب الرز ده كده يتغسل مره واثنين وثلاثه، وبعد ما يتغسل جيدا، وبعد ما يتغسل الرز بنعمل فيه عم شيب بنصفيه من ميه. ده مهم جدا، الرز البسمتي بالذات عايزه تعمليه زي بتاع بره او زي اللي بتاكليه في المحلات او انك انت تستفيدي بيه، ده مش رز كبسه. نعمل ايه يا عم الشيف؟ الرز يتغسل مره واثنين وثلاثه بعد ما نفضيه من الشوال او من الكيس اللي احنا جايبينه، لان معظم الرز البسمتي بيبقى فيه شوال من الخيش صغير كده لانه بيجي مستورد، او في رز بتعبي في اكياس بلاستيكيه او في اكياس من الورق. يتجاب الرز يتغسل مره واثنين وثلاثه بعد غسيله جيدا، نصفيه من الميه. انصحك ما تحطوش في الميه وتسيبيه معاكي بالشكل ده كده. حطينا البهارات بتاعتنا السليمة الصحيحة من الحبهان والقرنفل والقرفة وورق اللورو. حلو، وناخد الرز البسمتي يا عم الشيف هنا كده اهو 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 نازل يتناغم. ويا سلام زي ما قلت لحضراتكم لو حتة ليا حلوة كده انا مقطعها مكعبات للرز ده كده، اقلب كده اهو. يلا يا مسهل الحال، نقلب دول كلهم مع بعض كده زي الفل. الرز يشرب التوابل دي كده بالشكل ده كده اهو، واتاكد ان الرز شرب البيون البهريز اهو، السمنه، الزيت اللي بحمر فيه، التوابل الحلوه اهو، لغايه لما الرز يسخن. يعني ايه يسخن؟ يعني يبقى كله ايه درجه حرارته واحده بالشكل ده كده. عندي ميه بتغلي على النار، ممكن الميه دي يا شيف مغازي ما تكونش ميه، تكون شوربه لحمه بتاعت امبارح. عندنا لحمه الراس، عندنا لحمه اللسان، عندنا لحمه الكوارع، كنا عاملين فته وعندنا لحمه وهكذا، فعندنا شوربه. ناخد الشوربه دي يا عم الشيف ونعمل بيها الرز الحلو ده كده. ولكن للامانه مهم جدا يا شباب ان احنا نحط في الاعتبار ان الشيف المغازي له تريكاته. ايه هي واحنا مع بعض؟ اهو انا كده بنزل بالميه بالشكل ده كده، وهكتفي بالميه دي بس، واعمل تريكايه هتدعوا لي. يلا نعملها قبل ما نطلع الفاصل، نستعد عشان سجل يا تاريخ ازاي الرز البسمتي الحلو ده ياخد طعم اللحم الضاني، ازاي الكلام ده؟ يلا واحده واحده كده معايا يا شباب حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين، سجل يا تاريخ. هو ده شويه الرز البسمتي دولت اهو اهو اهو، التاريخ هيتكلم عنه اهو 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 اهو. البيون اللي نزل ده، البيون ده بتاعي يا مغازي بتاع المنديل الضاني، البيون ده بتاعي يا مغازي بتاع اللحم الضاني، وهكذا. نقلب معانا مع بعض كده بسرعه، سيبونا اقلب الطرب وخدوا بعضكم نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل فتت الطرب بالزبادي والطحينه. معانا كباب حل على النار بيستوي، معانا شويه رز بسمتي بالزعفران، واخدين طعم الطاني بالخبره الطهويه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. الرز بتاعنا الجميل الحلو اخباره ايه؟
لا لا ده موضوع تاني اهو. شفت الرز ده كده؟ هو ده اهو. هعمل ايه يا عم الشيف؟ الله على الريحه، الله على الريحه الحلوه دي، الله على الريحه الحلوه. اهو 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 اهو. يلا يا شباب، ده على فين؟ ده على وش الفته. اهو ركزوا معايا كده. اهو 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 على العيش. ده احنا هناكل العيش ونسيب الطرب لعم نور. ايه الحلاوه دي؟ ناخد بقيه البهريز اللي معايا ده كده. ركزوا معايا في الحته دي بقى، الحته دي كده. صلي على الحبيب قلبك يطيب على الزبادي. هو ده، خلص الكلام. نقلب دول كده مع بعض، نقلب معلقتين طحينه حتى يكون له القوام، ونقلب دول. الله، طحينه والبهريز اللي نزل، وده السر هنا بقى، ده مش هتلاقيه في اي حته. اه طرب الخير بتاعه نزل على الزبادي جزء منه. ما تفتكر لو انت فاكره من الاول خدنا منه جزء على الرز بتاعنا اللي مستني الزعفران الحلو. اهو نحط هنا الزعفران بتاعنا الجميل الحلو بشياكه كده. بس خلاص، ونحط على الميه دي كمان معلقه زيت صغيره. على فين يا شيف؟ على وش الرز بتاعنا عشان ياخد لون الزعفران. كل ده احنا واقفين مع بعض. يلا اللهم صل على النبي. حلو قوي. ونضرب المعلقه فيه. كل ده انا مستني على العيش بتاعي لما يشرب الايه؟ الصوص اللي انا حاطه. سؤال حلو قوي من الكنترول. شيف مغاز، انا ما عنديش لون الزعفران الحلو ده كده. وده موجود عند العطار، ابدله بالكركم؟ بس مش هيبقى نفس اللون ده، اللون الحلو ده. شايفين الرز؟ عايز اقول لحضراتكم، شامم ريحه الضاني طالعه من الرز. جت منين ريحه الضاني؟ لو انتوا فاكرين من البدايه خالص شفنا مع بعض. هناخد الطبق ده كده، نجيب الرز بتاعنا. اخباره ايه؟ رز بسمتي بالزعفران، عملناه بطريقه سهله وبسيطه. الطعم يا عم الشيف من الطرب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يلا يلا، هو ده. الف هنا وشفها، شفها حبه الرز نازله. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ وشويه رز بطعم مصري. حبان، ورق لورو، قرنفل، قرفه. الله الله. الف هنا وشفها للي ياكل.